كلميني عن طموحاتك مع النادي الاهلي. انت يمكن لما جيت النادي الاهلي كان طبعا الوضع مجهول شويه، ولكن لما جيتي اكيد شفتي الوضع وبقى ليكي طموحات مع النادي الاهلي، ايه طموحاتك؟ When I first got نعم، حين وصلت لم أكن أعلم عن الإصابات واللاعبات المصابات، وكنت بالتالي كنا بنلعب 4-5، ولكن الكوتش علي قال لي في حاجات بتحصل وفي عند النجوم حاليا بره الفريق، وفي حوالي 4-5 نجوم مصابين وهنلعب 4-5، ولكن قلت له أنا كنت في أمريكا متعود إني بلعب 2-3، وبالتالي هي ما كانتش مشكلة بالنسبة لي، أنا مستعدة لكل شيء ما دام في صالح الفريق. إن لعبنا 4-5، إن لعبنا بأي طريقة أخرى المفروض علي إن نكون منتشرة في كل الملعب، وبالتالي لأن أهدافي الأساسية هو أن نكسب كفريق و أن أحدث من نفسي وأن أكون بستكمل مع فريقي الروح حتى نصل بالتالي إلى الأهداف المطلوبة مننا. نعم. أنا عايز